السلام عليكم. هناخد ان شاء الله عربي واسباب الثورة العربية وايه هي فشلها. وما تنسى تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك والانستجرام. ويلا بينا نبتدي الحلقة. اتولد عرابي في 31 مارس سنة 1841. اتولد في قرية اسمها هارية رزنة، دي في محافظة الشرقية على مقربة من الزقازيق. لما كبر عرابي شوية وابوه كان شيخ البلد، فابوه خده ووداه عند راجل اسمه مخائيل غطاس عشان يعلم القراءة والكتابة والحساب والكلام ده كله. والراجل ده كان صراح، قعد يتعلم عند الراجل ده 5 سنين لحد ما ابوه خده ووداه عند جامع الازهر، وداه جامع الازهر عشان يتعلم هناك ويكمل استكمال بحث العلم والكلام ده كله هناك. قعد في الازهر 4 سنين يتعلم فيهم شوية قرآن مع فقه مع حديث. وقبل ما يكمل دراسته في الازهر قرر انه يرجع بلده تاني عشان يروح يتعين في الجيش يوم 6 ديسمبر 1854. عشان ساعتها سعيد باشا كان والي مصر، كان مهتم بالفلاحين وبالتجنيد في الجيش، فقرر ان هو يعين يخلي اولاد الفلاحين اولاد شيوخ البلد يروح الجيش سنه واحده بس خدمه فيها عسكريه ويقضوا فيها الخدمه هناك. عرابي لما دخل الجيش كان عنده ميزه ان هو بيعرف يقرا ويكتب، فتعين كاتب بدرجه بلوك امين. سنه 1858 عرابي اترقى وبقى ضابط، وبعديها جه سعيد باشا قرر ان هو يراقب الضباط المصريين، فساعتها عرابي اترقى وبقى ملازم. الكلام ده كله هو كان عنده 17 سنه فقط. في نفس السنه اترقى رتبتين، بقى يوسف باشا وبعد كده بقى صاغ. اللي كان نسيتي بيعمله سعيد باشا اللي كان بيدي حقوق للمصريين وبيراقب الضباط المصريين والفلاحين وبيهتم بيهم والكلام ده كله، فساعتها المصريين من ضمنهم عرابي طبعا كان بيحبوا سعيد باشا. قبل ما يموت سعيد باشا قرر ان هو ينقص عدد الجيش شويه عشان يخفف الميزانيه شويه، صرح بعض الضباط كان من ضمنهم عرابي، لكن شاء الله سبحانه وتعالى ان سعيد باشا يموت ويتنفس هذا القرار وعرابي ما يتسرحش من الجيش. في نشأة عرابي في الجنديه والجيش كان جندي عادي زي بقيه الجنود، ما تميزش ولا بالذكاء ولا باي حاجه، يعني كان جندي عادي جدا. اول اختلاط عرابي بالسياسه كان لما سعيد باشا كان في قصر النيل ساعتها بيلقي في خطبه. مضمون الخطبه دي يا سيدي كان سعيد باشا بيقول فيها ان احنا بنحب المصريين وانا واحد منهم، وان لا تفرقه بين المصري والتركي والشركسي والكلام ده كله. فخرج الامراء وولاد الزوات خرجوا من الخطبه دي زعلانين جدا وغاضبين، اما المصريين فخرجوا فرحين كان طبعا ضمنهم عرابي. مات سعيد وجه اسماعيل. اسماعيل بدا تاني يرجع الاهتمام بالضباط الشركسه والترك ويهمل الضباط المصريين، فغضب عرابي وغضب المصريين على القرارات دي. حصلت حادثه لعرابي ان ساعتها اختصم هو ولواء اسمه قصر باشا. قصر باشا ده كان ضابط شركسي. فالمهم راح للمجلس العسكري ساعتها عشان يصدر حكم ضد عرابي، فصدر الحكم ضد عرابي بالسجن 21 يوم، لكن عرابي قرر الاستئناف اياما من المجلس العسكري، وقرر المجلس العسكري مراجعه هذا الحكم والنظر فيه، لكن اسماعيل سليم باشا كان وزير الحربيه اياميها قرر ان هو ما يخليش المجلس العسكري يراجع على هذا القرار ويراجع على سجن عرابي 21 يوم، فقرر ان هو يذهب للخديوي اسماعيل عشان يروح يفصل عرابي من الجيش. وبالفعل خديوي اسماعيل قرر فصل عرابي من الجيش، ودي كانت بدايه عداوه عرابي مع الضباط الشركسه. عرابي بعد ما انفصل من الجيش قرر ان هو يستعطف الخديوي اسماعيل ويقدم له مذكره يقول له فيها مولاي رجعني الجيش تاني، انا اسف انا الكلام ده كله، لكن خديوي اسماعيل لم ينظر في هذا الامر وقرر فصل عرابي تاني من الجيش. عرابي لما اتفصل من الجيش قرر ان هو يتوصل عند زملائه ويشتغل في اي وظيفه حكوميه عشان تاكله عيش. اشتغل فعلا، هو بيشتغل قرر ان هو يتجوز. اتجوز واحده اسمها كريمه. كريمه دي كانت مرضعه الهامي باشا بن عباس باشا الاول اللي كان ولي مصر. كريمه دي كانت اخت مرات خديوي توفيق من الرضاعه. كريمه دي طبعا كانت اللي كانت مراته ست واصله، وزي ما بقول لكم كانت مرضعه الهامي باشا واحد امراء الاسره العلويه. فقررت انها تتوسط له عند خديوي اسماعيل عشان يرجع تاني الجيش، وبالفعل توسطت له، فقرر خديوي اسماعيل ان هو يرجع الجيش برتبته الاولانيه تاني. لكن لما عرابي رجع الجيش كان طبعا الضباط الشركسه بيكرهوه، فقرر ان هم ما يراقوش عرابي ابدا وفضل بنفس رتبته اللي هي قائم مقام لمده 19 سنه. عرابي بقى لما شاف الاضطهاد ده من الضباط الشركسه فقرر ان هو يجمع الضباط المصريين والضباط العرب حواليه ويقول لهم حديث نبويه وايات قرانيه ضد الضباط الشركسه ويحرضهم عليه. ودي كانت بدايه عداوه عرابي مع السلطه المصريه في مصر، لكن طبعا لسه الصدام الحقيقي ما جاش. سنه 1879 تولى خديوي توفيق الحكم. فقرر ان هو يرقى عرابي رتبه امير الاي، فقرر عرابي ان هو يسافر لخديوي توفيق راس التين في اسكندريه عشان يقدم له فروض الطاعه والولاء ويشكره والكلام ده كله. فخديوي توفيق اعجب بعرابي اكتر واكتر وقرر ان هو يعينه امير الاي للفرقه الرابعه مشاه في القاهره. وفضل في الرتبه ديت لحد ما عمل الثوره سنه 1881. توفيق لما مسك البلد كانت اوضاع البلد اقتصاديا خربانه بسبب الديون اللي هي كانت مقبله قيود البلد بتاعتها اللي هي مصر. تاني حاجه كانت الاوضاع الاجتماعيه كانت الناس مخنوقه والدنيا الحياه صعبه جدا بسبب الديون. تالت حاجه الحياه السياسيه كانت في مصر هي كمان نفس الكلام برضو خربانه وما فيهاش حريه ولا في اي حاجه عشان خديوي توفيق كان قافلها علينا قوي. اللي خلى عرابي يثور اكتر ويعمل اكتر ان خديوي توفيق عين عثمان رفقي باشا وزير الحربيه. عثمان رفقي باشا كان شركسي وكان
بيحابذ الشراكسة وبيحبهم على الجنود المصريين. ومن الحاجات اللي خلت عرابي يثور اكتر على عثمان رفقي ان هو شال عمران حلمي بيك من منصبه بقضايا الثوره وعينه مستشار في وزاره الدفاع ووزاره الحربيه اياميها، وده طبعا كان برتبه اقل وده طبعا منصب شرفي يعني، وعين بداله عخول شبيك نعمان وده كان شركسي وتركي الاصل. لما عرابي بقى عرف الكلام ده فقرر في 16 يناير 1881 يجتمع بالظباط الثلاثه محمد عبيد وعلي فهمي وعبد العال حلمي في بيته عشان يشوفوا يعملوا ايه. قرروا الثلاثه او الاربعه بقى ساعتها يقسموا الولاء والطاعه وان هم ما يسيبوش حد ابدا ويتكاتفوا مع بعض عشان يحاولوا مطالب بعض، ولو حصل لاي حد فيهم حاجه الاثنين يروحوا ياخدوا جنودهم ويروحوا يحرروهم. في 17 يناير 1880 يعني تاني يوم على طول بعد الاجتماع قرر عرابي هو علي فهمي وعبد العال حلمي يروحوا هم الثلاثه لخليل باشا يكن كان وكيل وزاره الداخليه ساعتها يقدم لهم مطالبهم. كتب مطالبهم دي في وثيقه طلبوا منه هو يوصل الوثيقه دي لرياض باشا ورئيس الوزراء. لما رياض باشا قرا الوثيقه قال فقال خليل باشا يكن دخلهم عليا انا عايز اشوفهم واقعد معايا. بالفعل دخلوا عليه هو عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي قعدوا مع بعض، ورياض باشا كان ساعتها هادئ وكان بيتكلم بمعطاه الاحترام واللين وقال لهم انا هشوف الوثيقه دي واحاول انفذ مطالبكم على قد ما اقدر. بعد اسبوع راح عرابي لرياض باشا عشان يشوف هل المطالب نفذت ولا لا. فرياض باشا قال له احترم نفسك يا عرابي، الكلام ده خطير جدا عليكم انتوا الثلاثه ولو فضلتوا ماشيين فيه هيوديكوا في ده. لما ساعتها عرابي سمع الكلام ده من رياض باشا قرر يجتمع مع زملائه العرابيين عشان يشوف يعملوا ايه، وقرروا ان هم مش هيتراجعوا عن مطالبهم لحد ما تتنفذ. في 31 يناير 1881 اجتمع رياض باشا مع خديوي توفيق ومع الوزراء في سرايا رأس الدين في اسكندريه عشان يشوفوا يعملوا ايه في امر في امور الضباط الثلاثه دول. المهم خديوي توفيق قال لرياض باشا ايه الموضوع؟ فرياض باشا حكى له، فرياض باشا قال له انا من رايي ان احنا نقدم الثلاث ضباط دول للمحاكمه. فعثمان رفقي ساعتها وزير الحربيه طلع قال انا هوعدكم بكده وان انا هقدمهم للمحاكمه وهحاكمهم واوريهم اشد الاولى للعذاب. الاجتماع ده ساعتها كان سر. تاني يوم على طول يوم 1 فبراير 1881 قرر عثمان رفقي ان هو يقبض على الضباط الثلاثه بس بطريقه ناصحه وملتوي. ازاي يا سيدي؟ قال لك عثمان رفقي انا هدعو الضباط الثلاثه لحفل زفاف الاميره جميله هانم اخت الخديوي توفيق وفي اللحظه دي هقبض عليه. رب ساعتها حس بالمكيده فعلا وحس ان هو هيتقبض عليه في الليله دي، فقرر ان هو يقول لزملائه ان لو حصل لنا حاجه اجتمعوا مع بعض وحرروه. وبالفعل عرابي راح وعين ضباط من بره كده حوالين القصر سرايا عابدين عشان يراقبوا الموضوع لو حصل حاجه يلحقوهم على طول. وبالفعل اول ما عرابي دخل هو زمايله عبد العال حلمي وعلي ثامت قبض عليهم ولقى المحاكمه العسكريه منعقداله وحكموا عليهم بالسجن. اول ما راحوا سجن قصر جنين عرابي اتعرض هناك للتعذيب النفسي بالاهانه والشتايم والكلام ده كله. وبالفعل عيون عرابي كانت رصده وعرف ان هو اتقبض عليه، فقرر محمد عبيد ان هو يجمع الضباط ويروحوا يحرروا عرابي. هو في الطريق قبل خلش بيك نعمان اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه اللي هو تعالى مكان عبد العال حلمي، قال انت بتعمل ايه يا محمد عبيد؟ محمد عبيد قال له راح احرر عرابي، قال انت اللي بتعمله ده غلط والكلام ده كله. فمحمد عبيد قرر القبض عليه ورمي في السجن، وراحوا بالفعل لسجن قصر النيل وحرروا عرابي فك سجن. عرابي بقى لما خرج من السجن الجنود حييته وقعدت تغني الاغاني الوطنيه وبدأ شعبية عرابي تزداد أكتر بين الجنود وبين الجيش والعامة والكلام ده كله. فعرابي خاطب ساعتها في الناس وحياهم وشكرهم على اللي عملوه فيه وفك سجنه والكلام ده كله. ساعتها خديوي توفيق عمل اجتماع مع الوزراء في سرايا عابدين عشان يشوفوا ايه المصيبة اللي حصلت دي ويتصرفوا فيها ازاي. فساعتها محمود سامي البارودي كان وزير الأوقاف ساعتها قال له يا سيادة الخديوي أنا من وجهة نظري إن أنت تشوف الضباط دول تحقق مطالبهم، هما كده في الأول وفي الآخر تحت طوعك وتحت أمرك، فنحاول نحتويهم على قد ما نقدر ونحقق ايه نحقق مطالبهم والدنيا تخلص بقى الموضوع يخلص ونشوف بقى حل بقى الموضوع ده. ساعتها بقى البارودي باشا واحد تاني اسمه خيري باشا اجتمعوا مع عرابي قالوا له ايه مطالبك يا عرابي؟ فعرابي قال لهم بصراحه انا مش عايز عثمان يفرق وزاره الحربيه، احنا بنكرهه وما بنحبوش كضباط مصريين. فالبارودي قال له ماشي هعرض المطالب دي على خديوي ونشوف. فراحوا عرضوا المطالب دي على خديوي، فخديوي طبعا اضطر يوافق على مطالبهم عشان لهم قوه دلوقتي ولهم سلطه في الجيش فاضطر يوافق على مطالبهم. فالمهم راحوا ساعتها لعرابي او عرابي ساعتها راح للخديوي وقال له سامحنا يا مولاي وقدموا فريض الطاعه والولاء وشكروهم والكلام ده كله. فالخديوي قرر ساعتها ان هو يسامحهم ويغفر لهم ويقرر ان هو يعين البارودي باشا وزير وزاره الحربيه مع طبعا شغل وزاره الاوائل. بعد ما خلص الاجتماع ده خرج عرابي وهو طبعا فرحان ان خلاص نفذت مطالبه الكلام ده كله، لكن عرابي ظل خايف من ناحيه الخديوي عشان كان خايف ان الخديوي يدبر مؤامره لقتلهم ولا حاجه. فقرروا تعيين حرس شخصي على كل واحد فيهم ويجتمعوا بالليل عشان يناقشوا الامور ويعملوا ايه والكلام ده كله. الكلام ده كله خرق لقوانين الجيش ايامها. لما مسك البارودي بدا بقى يحسن في احوال الجنود والضباط العرابيين وضباط الجيش عموما وبدا يحسن في احوالهم وفي معاشاتهم والكلام ده كله. فعرابي بعت له وثيقه كده او جريده بيقول له فيه احنا عايزين تنفذ المطالب دي. كان من ضمن المطالب دي ان هو يحسن اكل الجيش ويضاعف المرتبات بتاعتهم ويركبوا القطوره بنص سعرها
وبيبو بكر البريدي كان غلبان، فكان منفذهم الاوامر دي عشان تقرب منهم ويحبوه ويحبهم الكلام ده كله. فالبارودي نفذهم فعلا الطلبات دي، والضباط العرمين حبوا البارودي والبارودي حبوهم وبدأوا يتقربوا من بعض الكلام ده كله. وبالفعل حال الضباط المصري تحسن، وبقى الضباط بياكلوا عيش وحلاوه ورز بلبن وحاجات جميله زي دي بدل ما كانوا بياكلوا فول وعدس، والدنيا كانت حلاوه والدنيا كانت جميله والكلام ده كله. لكن بيني وبينكم الموضوع ده ما استمرش كتير، يا دوبك كده كل 5 شهور، لحد ما جت يوم 25 يوليو حصل حاجه غيرت المسار ده كله. حصل ايه بقى؟ قال لك ان واحد خواجه سايق عربيته في اسكندريه خبط جندي مصري بالغلط، فالجندي المصري ده وقع مات. فالجنود راحوا حاملين هذا الجندي وودوه للخديوي توفيق، كان خديوي توفيق ساعتها في السرايا 60 في اسكندريه، وقال له شوف يا خديوي احنا عايزين حقنا واحنا عايزين القصاص من هذا الخواجه والكلام ده كله. خديوي بقى لما لقى المنظر ده قدامه، وهو صاحي الصبح فلقى جثه قدامه والضباط بيقولوا خدوا حقنا والكلام ده كله، خديوي طبعا اتضايق، قرر ان هو يعاقب الضباط دولت على اللي عملوه فيه، حالتهم المجلس العسكري عشان يحاكمهم. المجلس العسكري بالظبط حاكمهم، واللي ادى بقى 3 سنين، واللي اداله مؤبد، واللي اداله اعمال شقه، واللي 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 واللي، عشان طبعا ان ده حسوا ان ده اهانه للخديوي، والخديوي ما عجبوش هذا المنظر والكلام ده كله. العرابيين غضبوا طبعا من هذه الواقعه ومن ظلم هؤلاء الجنود، فقرروا يبعتوا عريضه للبارودي اللي هو كان وزير الحربيه، وقالوا له يشتكوا له فيه على اللي حصل، ويطلبوا منه العفو والالتماس من الخديوي لهؤلاء الضباط. وبالفعل البارودي خد الوثيقه دي وطلع على الخديوي، قال له يا مولاي سامحهم معلش ارضى عنهم. فالمهم الخديوي حس ان دي اهانه، فقال البارودي ان انا مش مبسوط منك ان انت عملت الكلام ده كله. فالبارودي فاهم ان الخديوي بيقول له استقيل، فالبارودي لحد ما استقالته على طول وماشي. من ضمن الاسباب برضو الاستقاله ان الخديوي شاف ان البارودي ضعيف وان بينفذ اوامر العربيين كلها والكلام ده كله، فالخديوي غضب على البارودي، فالبارودي فاهم، فبرضو قدم استقالته بالمره. فساعتها لما البارودي استقال، فقرر الخديوي ان هو يعين سير داوود باشا. داود باشا كان شديد على العربيين، والعربيين ما كانوش بيحبوه. ساعتها العربيين راحوا لداود باشا عشان يعنوه بالمصر الجديد، وقالوا له ان احنا في طلبات قدمناها للبارودي عشان ينفذها، وريت منك يا سياده الباشا انت تنفذها. عرابي طبعا وزملائه اجتمعوا في السر بالليل زي ما احنا كلنا عارفين. لما جه داود باشا كان او داود باشا قرر ان هو يمنع هذه الاجتماعات وينشر جواسيس ناحيه العربيين عشان يراقبوهم، وقرر ان هو يمنع عنهم الاتصالات ويمنع عنهم الكلام ده كله. طبعا العربيين غضبوا، لكن داود باشا قرر ان هو ياخدهم بالحزم والشده ويحكم عليهم بالقوانين ويراقبهم بالليل والكلام ده كله. فالعربيين طبعا غضبوا باللي حصل، فقرروا ان هم ما ينفذوش اوامر داود ولا يعصوا له الاوامر بتاعته. داود باشا كان من ضمن اوامر اللي اصدرها للعربيين، او من ضمن اوامر اللي اصدرها عموما، ان الي القاهره ينقل الى الي اسكندريه، او ينقل الى اسكندريه، والي اسكندريه يجي القاهره. ليه؟ قال لك داود، قال لك انا الي اسكندريه مولي الكريم، والي القاهره مولي العربيين، فانا عايز ابعد الي القاهره عن مكان العربيه وتمركزهم واوديه اسكندريه، واجيب الي اسكندريه اللي هو موالي للخديوي واوديه ايه؟ اجيب القاهره. لكن العربيين عرفوا المكيده دي، فقرروا الامتناع عن تنفيذ الاوامر، وقرروا يروحوا قصر عابدين، وحصل 3 مقاعد شهيره هي مقاعد عابدين. عرابي لما خرج وراح لقصر عابدين، فامير او قائد الحرس الملكي قال له انت جاي هنا ليه يا عرابي؟ فعرابي قال له انا جاي هنا عشان انفذ مطالب الجنود دي. فساعتها الجنود بتوع القصر الملكي قرروا ان هم يقفوا في صف عرابي ويضرب خديوي توفيق، فوقفوا عند قصر عابدين وجابوا 4000 جندي وجابوا المدافع عشان لو حصلت حاجه يضربوا بالمدافع، وكانت ليله كبيره قوي يعني. خديوي توفيق ساعتها نزل ومعاه نائب قنصل انجلترا كان اسمه مستر كوكسن، ومعاه السير اوكلاند كالفن المراقب المالي الانجليزي، ومعاه بعض الحرس الشخصي لخديوي توفيق. ساعتها عرابي دخل على خديوي توفيق وهو شاهر سيف، فاحد الحراس لخديوي توفيق المواطنين بحمايه خديوي توفيق صاحب عرابي قال نزل سيفك يا عرابي. فعرابي ساعتها استعان للاوامر وقرر ان هو ينزل سيف. فساعتها الخديوي راح صايح في الجنود اللي تبعوا عرابي قال لهم انتوا عارفين نفسكم انتوا واقفين قدام مين؟ انتوا بتكلموا مين؟ انتوا ما عارفش مين؟ الكلام ده كله. فساعتها الجنود ولا اهتموا بيه ولا رجعوا لورا ولا اي حاجه، وقرروا عشان هم طبعا بيسمعوا كلام عرابي. خديوي توفيق هو مقابل عرابي في حادثه قصر عابدين، كان هو لما نازل وقابله كان معاه مسدس في جيبه. فالمستر كوكس النائب قنصل انجلترا قال له طلع مسدسك واقتل بيه عرابي واضربه بالنار قدام الناس. كان ساعتها خديوي توفيق قال له انت مش شايف الجنود اللي حواليه دول يقتلونا ويقتلوا اللي خلفونا كمان. قرر ان هو ما يقتلش عرابي ولا حاجه. فساعتها عرابي نزل لخديوي توفيق وحياه التحيه العسكريه، فخديوي توفيق قال له انت ايه اسبابك ان انت حضرت هنا انت وجنودك؟ فعرابي رد عليه قال له يا مولاي احنا جايين هنا عشان نعرض طلبات الجيش والامه وكلها طلبات عادله. فالخديوي ساعتها رد عليه وقال له ايه هي الطلبات دي؟ وقبل ما اقول لك ايه الطلبات دي، هل انت عملت سبسكرايب وشير لايك للقناه؟ عيب عليك، لازم تعمل. يلا نكمل. فعرابي ساعتها رد عليه وقال له احنا مطالبنا عزل رياض باشا من رئاسه الوزاره وتشكيل مجلس نواب وزياده عدد الجيش وفقا للاوامر السلطانيه اللي صدرها السلطان العثماني لمصر. فساعتها مستر كوكسن قال لخديوي توفيق خش جوه يا سياده الخديوي، اقعد جوه سرايا عابدين، شاور نفسك كده واهدى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وانا هقف مع عرابي شويه واتكلم معاه. ساعتها مستر كوكسن
قال له يا عرابي انت الكلام ده مش من حقك. اولا عزل الوزاره وتشكيل مجلس النواب ما هوش من حق الجيش ان هو يطلبه. تاني وتالت حاجه اللي هي زياده عدد الجيش ده مش وقته، عشان انت عارف ان مصر بتمر بازمه ماليه صعبه، فمش وقته ان احنا نزود عدد الجيش. فعرابي ساعتها رد عليه وقال له انا الطلبات دي مش طالبها ليا، انا الطلبات دي طالبها للشعب وللامه ولهذا الجيش العظيم ولازم تتنفس. فساعتها مستر كوكسن دخل الخديوي وتوفيق جوه في سرايا عابدين عشان يشوف هيتشاوروا ويعملوا ايه في المصيبه دي. فمستر كوكسن قعد يتشاور مع الخديوي وتوفيق لمده ساعه. فساعتها نصحه وقال له الخديوي وتوفيق، قال له انا من رايي ان انت تنفذ المطالب العرابي دي عشان الجيش مش معاك، ولو ما نفذتهاش هتحصل مصيبه. وبالفعل رياض باشا قدم استقالته لما شاف الموضوع كده بيتأزم، فقدم استقالته. فالخديوي وتوفيق عرض على العرابي ان حيدر باشا لكن هو اللي يمسك الوزاره، لكن العرابي رفض عشان هو قريب الخديوي. فعرابي قال للخديوي توفيق لا احنا مش موافقين على حيدر باشا. فخديوي توفيق قال له طب انت عايز مين؟ فعرابي قال له احنا بصراحه عايزين محمد شريف باشا هو اللي يمسك رئاسه الوزاره. وبالفعل الخديوي وافق وامر باستدعاء محمد شريف باشا، بس محمد شريف باشا كان ساعتها في اسكندريه. وبالفعل محمد شريف باشا جه وشكر الخديوي توفيق على تنفيذه مطالب الامه والكلام ده كله. فالخديوي توفيق قال له عرابي خلاص بقى يا عرابي احنا كده نفذنا لكم اوامركم، ارجعوا بقى لسكناتكم وسيبونا بقى ايه نشوف كل واحد يشوف شغله. وبالفعل عرابي شكر الخديوي وقال له حاضر يا سياده الخديوي، وامر الجنود والضباط ان هم يفضوا كل واحد يرجع لمكانه ويرجع لشغله يعني والكلام ده كله، كل واحد يرجع لسكنه. وبس كده يا سيدي، كده نكون الحمد لله خلصنا الجزء الاولاني من عرابي ومطالبه والكلام ده كله وثوره عابدين والكلام ده كله. استنى ان شاء الله في الجزء الثاني عشان تعرف ايه اللي حصل. اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا على فيسبوك وانستجرام. سلام عليكم.